أهلا بكم وإلى العناوين. خامنئي يتهم أمريكا وأدواتها بالضلوع في اعتداء الأهواز، وروحاني والحرس الثوري يتوعدان برد قاسر. مستشار ولي عهد أبو ظبي يقول إن اعتداء الأهواز مشروع ويتوعد بمزيد من الهجمات، ورضائي يعتبر تصريحاته تأكيدا للتورط الخارجي في الهجوم. حراك سياسي مكثف في العراق لحل عقدة تشكيل الحكومة، وتسمية رئيس الجمهورية والقوى الكردية تختلف على اسم المرشح للرئاسة. روسيا تنشر بيانات تفصيلية لحركة الطيران الإسرائيلي في منطقة إسقاط طائرتها، وتغلق الأجواء فوق المياه الإقليمية السورية. الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة، وحماس تصف مباحثاتها معه بالإيجابية. إطلاق صاروخ باليستي على مطار جيزان، وقتل من قوات التحالف السعودي بانفجار شبكة ألغام جنوب الحديدة. قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إن الهجوم الإرهابي في الأهواز هو استمرار لمؤامرات الدول الدمى في يد أمريكا في المنطقة، والتي تهدف إلى زعزعة أمن إيران. خامنئي كشف أن الهجوم أظهر مرة أخرى خبث أعداء الشعب الإيراني وقسوتهم، ومضيفا أن الشعب سيتجاوز كما في السابق كل العدوات والمؤامرات رغما عن أنوف المجرمين. إلى ذلك، استدعت طهران سفيري هولندا والدنمارك احتجاجا على إقامة بعض أعضاء المجموعة الإرهابية على أراضيهما، وسفير بريطانيا احتجاجا على تصريح مسؤول المنظمة الأحوازية الانفصالية وتنبيه الهجوم عبر قناة تبث من أراضيها وتبني الهجوم. هذا وتواصلت الإدانات للهجوم، وجاء أبرزها من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد وأمير الكويت، الذي وصف الاعتداء بالهجوم الإجرامي. أحمد عبد الله. خرق صوت الرصاص الأجواء الاحتفالية لعرض عسكري نظمته القوات الإيرانية في مدينة الأهواز. هجوم إرهابي مسلح تبنته منظمة الأحوازية الانفصالية استهدف المشاركين في العرض، والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين. منفذو الاعتداء فشلوا في دخول العرض، فاشتبكوا مع القوات الأمنية لمدة 10 دقائق، ما أدى إلى مقتل الإرهابيين الأربعة المسؤولين عن الهجوم. على الفور خرجت ردود الفعل الإيرانية لتشدد على الوحدة والتكاتف في وجه الإرهاب لإفشال أهدافه. حاسما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني حين أعلن أن رد إيران على أصغر تهديد سيكون مدمرا. وفي السياق نفسه أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن الرد على الهجوم الغادر سيكون ساحقا، مشددا على أن إيران هزمت جميع المؤامرات المدعومة من أمريكا وإسرائيل وبعض الحكام الرجعيين في المنطقة. من جهته حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رعاة الإرهاب وأسيادهم الأمريكيين في المنطقة مسؤولية الهجمات الإرهابية، متهما عملاء نظام أجنبي بشن الهجوم. شركاء إيران في محاربة الإرهاب دانوا الهجوم أيضا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب، وأضاف في برقية تعزية أرسلها إلى روحاني أن الهجوم يذكر مرة أخرى بضرورة محاربة الإرهاب بلا هوادة في جميع مظاهره. الرئيس السوري بشار الأسد أرسل من جهته برقية إلى نظيره الإيراني أكد فيها الوقوف إلى جانب إيران بكل الإمكانات في وجه الأعمال الإرهابية، قائلا إن لدى إيران دائما مواقف ثابتة وحاسمة في وجه الإرهاب المجرم التكفيري. هذا وشهدت توافد الأهواز توافد المواطنين إلى مراكز التبرع بالدم لجرح الهجوم، حيث سجل وقوف المتبرعين في طوابير طويلة بانتظار دورهم.
وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في طهران ملحم ريا. ملحم، أهلا بك. حتى هذه اللحظات لازالت هناك تتوالى المواقف وأيضا آخر المعلومات حول هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، تفضل. نعم سلمى، بالنسبة للحصيلة، حصيلة الشهداء هي نفسها لم تتغير حتى الآن. 25 شهيدا سقطوا، بينهم أطفال وامرأة، وبالنسبة للجرحى فالعدد حقيقة تجاوز 60 جريحا، وقد تم معالجة بعضهم وخرجوا من المستشفيات. أما بالنسبة للتصريحات السياسية فهي تصب في نفس الاتجاه، ولكن الأبرز في هذه التصريحات كانت تصريحات أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن الرضائي، وأيضا تصريحات محسن هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس بلدية طهران ردا على تغريدة مستشار ولي عهد أبو ظبي. كانت هذه التصريحات قوية وواضحة. أولا، هناك اتهام غير مباشر بأن الإمارات ضالعة في هذا الهجوم الإرهابي ولو دعما لهذه الجماعات الانفصالية. ثانيا، التأكيد على أن هذا الدعم سيجر وراءه ندم الدول الداعمة، وربما تغريدة عبد الخالق عبد الله تكشف الكثير، وهي تأتي بعد تصريحات سابقة قبل أشهر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. صحيح. على قناة MBC وتوعده بنقل الصراع إلى داخل إيران، وهذا يضع علامات استفهام عديدة عن الأدوار التي يمكن أن تكون لعبتها وتلعبها جهات خليجية في دعم وتدريب وتمويل الجماعات الانفصالية والمعارضة الإيرانية. بالنسبة لمنظمة مجاهدي خلق مثلا، الدعم السعودي لها لم يعد خافيا على أحد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف سيكون الرد الإيراني الذي توعد به المسؤولون السياسيون والعسكريون، مع الإشارة حقيقة بشكل واضح إلى أن هناك تمويل ودعم من دول خليجية لم تتم تسمية هذه الدول، ولكن قيل بصراحة أن هناك دعم من هذه الدول. هل سيكون الرد عسكريا كما حصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض قبل مدة بعد أن وجه الحرس الثوري ضربة صاروخية لمقره في شمال العراق؟ هذا الأمر طبعا سيتكشف في الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكن الرد السريع الذي سنتابعه باعتقادي هو إظهار مزيد من الوحدة وتعزيز الأمن الداخلي لإفشال كل المخططات بإثارة الفوضى في إيران. بدأت سلمى مؤشرات هذا الأمر تظهر بشكل واضح مع التضامن الشعبي ومع البيان الذي أصدرته العشائر العربية في محافظة خوزستان، تنديدا ورفضا لهذا العمل الإرهابي، تأكيدا أنها إلى جانب النظام في إيران. على المستوى الأمني سلمى، هناك إصرار بالإسراع في الكشف عن المتورطين في هذا العمل الإرهابي ومحاسبتهم. كان هناك تصريح واضح للنائب العام الإيراني وإصدار أوامر بهذا الإطار. أيضا رئيس السلطة القضائية أصدر أوامر بالإسراع عن الكشف عن المتورطين وتحويلهم إلى القضاء بسرعة. لذا أعتقد أنه سيكون هناك تحديدا في الأيام المقبلة عمليات جراحية إنجاز التعبير لتعزيز الأمن تحديدا في محافظة خوزستان، وستلاحق هذه المجموعات بدقة وبحزم دون هوادة في الداخل الإيراني، ربما عبر عمليات استخبارية خارجية كذا. نعم، شكرا جزيلا لك ملحم ريا مدير مكتب الميادين، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. وفي ردود الفعل، دان النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي هجوم الأهواز وأكد التضامن مع إيران في مواجهته. ومن جهتها اتهمت كتائب حزب الله الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بالوقوف خلف الهجوم. حركة النجباء أكدت أن داعمي داعش في العراق هم داعمو الإرهاب في الأهواز. وزارة الخارجية اللبنانية التي دانت الهجوم أعلنت تضامن بيروت مع الحكومة والشعب الإيرانيين. كذلك أكدت وزارة خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية ضرورة الاقتصاص من ممولي الإرهاب وداعميه، محذرة من عمليات مماثلة إقليميا ودوليا. بينما أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية أن دولا إقليمية تدور في الفلك الأمريكي تقف وراء الهجوم.
حزب الله دان الهجوم وقال في بيان له أنه أو أن من يقف خلف العملية الإجرامية أياد شيطانية خبيثة تهدف إلى النيل من أمن إيران واستقرارها، مضيفا أنها رد مباشر وصريح على الانتصارات التي يحققها محور المقاومة على امتداد المنطقة، ومؤكدا أن العملية الإرهابية استمرار لأشكال أخرى من الحروب التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها مباشرة أو بالوساطة. عضو ائتلاف النصر في البرلمان العراقي يوسف الكلابي قال للميادين أن الشعب العراقي سيكون وفيا للشعب الإيراني وسيقف معه في محنته أيا كان رئيس الوزراء المقبل. وأشار في لقاء مع الميادين إلى أن على سياسة الإخضاع الأمريكية أن تبتعد عن العراق لأنه لن يتخلى عن إيران. لن نتخلى عنه، سنتقاسم الخبز مع الشعب الإيراني إذا ما وصل إلى هذه المرحلة، ولتبتعد حقيقة السياسة الأمريكية أو سياسة الإخضاع التي تمارسها مع إيران فلتبعدها عن العراق. العراق حقيقة لن يتخلى، ما بين العراق وإيران الكثير من المشتركات التي لا يمكن لأي رئيس وزراء قادم سواء كان قريبا من المحور الأمريكي أو قريبا من المحور الإيراني، أي رئيس وزراء قادم لا يمكن أن يستطيع أن يمنع هذه العلاقات ما بين العراق وإيران. وفي ردود الفعل أيضا دانت فرنسا الاعتداء وعزت أهالي الضحايا والشعب الإيراني، وكان السفير البريطاني في إيران بوب ماكر دان الهجوم ووصفه بالمروع، مؤكدا في تغريدة له على تويتر أن الإرهاب مدان أينما وقع. في غضون ذلك قال عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي قال إن الهجوم على هدف عسكري ليس عملا إرهابيا، موقف رد عليه مسؤولون إيرانيون بالقول إنه إذا كان العرض العسكري هدفا عسكريا فالقواعد الإماراتية هدف أكثر من عسكري. تختلف ردود الفعل على الهجمات الإرهابية في مختلف دول العالم، إلا أنه نادرا ما يؤيد سياسيون أو مسؤولون عملا إرهابيا موصوفا أيا كانت الجهة المستهدفة. هذه القاعدة الأخلاقية السياسية كسرها عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، الذي لم يكتفي باعتبار الهجوم الإرهابي في الأهواز مشروعا بل توعد بزيادة استهداف الداخل الإيراني، حيث قال في تغريدة لافتة إن نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن وسيزداد خلال المرحلة المقبلة. موقف يرقى إلى تبني العملية لم يمر مرور الكرام، مثيرا ردودا فورية وحادة، حيث غرد الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي قائلا إن مستشار ولي العهد الإماراتي أكد صحة التدخل الخارجي في هجوم الأهواز، واصفا عبد الله بأنه عميل جاهل، محذرا إياه من أنه سيندم ندما شديدا بعدما كان رئيس المجلس البلدي في طهران محسن هاشمي رفسنجاني قد علق على تغريدة عبد الله قائلا إنه إذا كان عرض عسكري هدفا عسكريا فإن القواعد العسكرية الإماراتية المعتدية هدف أكثر من عسكري. اشتباك منصات وسائل التواصل الاجتماعي بدأه المستشار الإماراتي بتغريدته التي لم تكن الوحيدة، بل جاءت في سياق تغريدات عديدة للرجل حول الهجمات الإرهابية في الأهواز، فيما يمكن اعتباره دليلا على التورط الخارجي في الهجوم بحسب رضائي وموافقة إماراتية على هذه الهجمات الإرهابية بل وربما تشجيعا عليها. وفي رد حاسم على الهجوم الإرهابي أكدت إيران أنها لن تتخلى عن قدراتها الدفاعية. من حمرية. منظمة انفصالية تهاجم خلسة العرض العسكري في الأهواز وتوقع شهداء من المدنيين والعسكريين. في التوقيت نفسه تشارك فرقة أهوازية في الاستعراض العسكري في طهران وتصدح بالصوت عاليا دعما وولاء للنظام. مشهدان متناقضان، الأول لمجموعة إرهابية كما يقول المسؤولون هنا تنفذ أجندات خارجية وهي معروفة الدعم والتمويل والتسليح، والثاني لمجموعة تعبر عن الغالبية الشعبية في خوزستان
شاركت في الحرب العراقية الإيرانية التي أجري هذا العرض العسكري في ذكرها، وقدمت الشهداء دفاعا عن الجمهورية الإسلامية. هي الحرب نفسها لا تزال مستمرة، لكن انتقلت فيها الولايات المتحدة من الوكيل إلى الأصيل كما ترى إيران. اليوم الحرب ليست بالوكالة، فأمريكا نفسها وقفت في وجه الشعب الإيراني، ولن نسمح لها بإخضاع شعبنا، ولن نتخلى عن سلاحنا الدفاعي، وسنزيد من قدراتنا الدفاعية، وسننتصر كما انتصرنا على صدام حسين. تعبر في المقدمة صواريخ سجيل وقدر وعماد البعيدة المدى، والتي يصل مدى بعضها إلى 2000 كيلومتر. هنا تؤكد إيران في الظاهر والمضمون ألا تراجع ولا مساومة على ترسانتها الصاروخية الدفاعية. نحن نرصد أي تهديد، ولا يوجد أي خطر يتهدد النظام والبلد، وإذا حصل ذلك مستقبلا فجاهزية القوات المسلحة قادرة على التصدي بحزم للأعداء. برا بحرا وجوا تستعرض إيران قدراتها العسكرية كما في كل عام، لكن الرسالة الأهم والأبرز هذا العام هي من هناك، من جنوب إيران، على مقربة من مضيق هرمز، حيث للمكان والزمان دلالة. هنا في المسافة صفر تتخذ التهديدات الإيرانية جدية أكبر، وتدركها القوات الأمريكية في المياه الخليجية وفي المنطقة أكثر. والرسالة هنا مزدوجة، التأكيد على الرد بحزم على أي اعتداء أمريكي، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار. ويفهم السلام هنا بمنع الحرب التي ترغب أمريكا بإشعالها في المنطقة. من الحمرية، طهران، الميادين. لماذا ضرب إيران من الداخل؟ أي توقيت وأي خلفيات؟ وهل من تداعيات على أحداث المنطقة؟ قراءة لجراسيا بيطار. ونعرف أنه إحنا هدف رئيسي للنظام الإيراني الوصول لقبلة المسلمين، هدف رئيسي للنظام الإيراني. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. سريعا يحضر كلام ولي العهد السعودي خلال متابعة الهجوم الإرهابي الذي هز العرض العسكري في الأهواز. كلام محمد بن سلمان يعود إلى أيار مايو الماضي، فهل بدأت الترجمة الآن؟ في الواقع الترجمة على ما يبدو بدأت منذ التحام العقد الثلاثي السعودي الأمريكي الإسرائيلي، فقبل ابن سلمان كانت هناك التصريحات المتتالية للصقر الجمهوري المتشدد جون بولتون، الذي دعا إسرائيل مرارا إلى ضرب إيران على أن تساعدها واشنطن في مهمتها. وها هي صحيفة معاريف الإسرائيلية تقول منذ أيام إن هجمات سلاح الجو والاغتيالات التي تنسب إلى الموساد في سوريا لم تكن أكثر من قرصة ذبابة هدفها صنع العناوين الإعلامية. وعلى ما يبدو انتقلنا إلى أكثر من العناوين الإعلامية، وسقطت الدماء البريئة في إيران. إن هجوم الأهواز الإرهابية هو في الواقع واحدة من عشرات العمليات الأمنية الإرهابية التي نجحت طهران في إحباطها. فهل هذه هي خطة تغيير السلوك الإيراني التي قال مايك بومبيو إن ترامب وضعها عقب الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي؟ أم هي سياسة تغيير النظام في إيران التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية، على حد قول جون كيري في حديثه لكريستيان أمانبور قبل أيام؟ لعل صحيفة ذا هيل قالتها بوضوح ومنذ أيام أيضا، عندما رأت أن على إدارة ترامب مساعدة الأقليات في إيران لتغيير النظام. هذه المؤشرات وغيرها تشي بأن إيران أصبحت هاجس الإدارة الأمريكية الثابت، الذي ينذر بالمزيد من التدخل والفوضى. التدخل والفوضى هما سلاح المعسكر الذي يخفق في الميدان والسياسة فيلجأ إلى الإرهاب. إخفاقات أمريكا ومن معها في كل من سوريا والعراق ولبنان لابد من أن تترجم فوضى ولعبا على وتر الفتنة الطائفية، كضرب ما يعرف ببيئة المقاومة مثلا في العراق. الفوضى من الداخل بكل وجوهها من إرهاب وفتنة ودماء هي سلاح المرحلة مقابل انتصارات محور المقاومة.
يجري رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني مباحثات في العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا. أول لقاءات بارزاني كان مع رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أن يلتقي رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم. بارزاني بحث مع نائب الرئيس العراقي نور المالكي الحوارات الجارية لتأليف الحكومة، كما التقى القيادي في تحالف البناء رئيس حركة عطاء فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري. في غضون ذلك أعلن لطيف رشيد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أنه لن ينسحب من الترشح للرئاسة العراقية، وأبلغ الاتحاد الوطني الكردستاني والأطراف العراقيين بخياره. من جهته أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني أكد أن حزبه غير موافق على ترشيح برهم صالح للرئاسة. محمد الفهد. بعدما اكتمل أحد أضلاع الرئاسات الثلاث في العراق تتسارع خطى الأفريقاء نحو إكمال هذا المثلث قبل انتهاء المدد الدستورية، فالقوى الكردية المنقسمة حول رئاسة الجمهورية قد تذهب إلى بغداد بمرشحين منفصلين على خلفية ترشيح برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني، والقوى الشيعية لا تزال في طور إكمال اتفاقها على البرنامج الحكومي رغم عروض المرشحين المستمرة. يذهبون باتجاه التوافق، وأظن أنه الشخصيات التي طرحت بعضها ممكن يعني مرجح بشكل كبير مثل رئاسة الجمهورية لبرهم صالح، وأيضا هنالك بعض الشخصيات طرحت لرئاسة الوزراء. التعويل على جلسة البرلمان في 25 من الشهر الحالي قد لا يكون كافيا لحسم ملف رئيس الجمهورية، فبلا توافق لا يمكن للنواب الاختيار وفق العرف السياسي السائد، ما يرجح انعقاد جلسة مفتوحة جديدة وفق المراقبين. تنتظر بقية الأطراف السنية والشيعية تنتظر من التحالف الكردستاني القديم أن يقدم مرشح واحد للتصويت عليه، أو حتى تغلبة مصلحة الاتحاد الوطني على حساب الديمقراطي، لكن شرط أن يقدم الاتحاد الوطني تنازلا لدعم مكون معين أو تحالف معين. خفت سجال الكتلة الأكبر بشكل ملحوظ، وفسح المجال للتفاهمات المسبقة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء، اختيار قد يسدل الستار على شراكة سياسية تضم الجميع. حراك البيتين الكردي والشيعي لإنضاج مرشحيهما لرئاسة الجمهورية والوزراء على ما يبدو يحتاج إلى متسع من الوقت في ظل انقسامات واضحة حول هذه المناصب ومن يديرها. محمد الفهد، بغداد، الميادين. رئاسة الجمهورية كانت موضع مباحثة مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في أربيل، فيما اجتمع شورى حزب الدعوة في العراق بحضور العبادي والمالكي بهدف تجاوز الخلافات التي أضعفت الحزب وفق المتشاورين. عبد الله بدران. اجتمع الأقطاب، كل أقطاب حزب الدعوة، وجمعوا جناحيه الانتخابيين النصر ودولة القانون. وساطات البيت الداخلي أفضت إلى جلسة تمت بغطاء النظام الداخلي، فليس هينا على الحزب أن يدفع الثمن كله كما يرى أقطابه لإصرار جناحين فيه على عدم تجاوز خلافاتهما. الخلافات شخصية أضيفت إليها السياسية. تم جزء من المهمة بعد هذا الاجتماع، أبقي على ما تبقى من جسور لم تحترق، لكن المهمة ما زالت في بدايتها. والدعوة الذي بقي متربعا على كرسي رئاسة الحكومة يرى بعينه اليوم أن الثمن غال وأن أبناء الدار ذهبوا فيه إلى اتجاهات شتى. لا يبحث الدعوة عن توحيد جناحيه في تطورات الملف السياسي العراقي الآني، هو يدرك أن توحيد الأجنحة الآن حتى وإن تحقق وأعلن عنه لن يعود بحصيلة سياسية عليه. انتقل الحزب إذن إلى موقع أعلى من جناح القانون والنصر، جناح ثالث، وكأنه يراقب أداء أعضائه، من شغل منصبا أو من اكتفى بالعمل السياسي. يريد الدعوة موقفا موحدا يريده للتفاوض مع بقية الأفرقاء. أما الأفرقاء فحالهم لا تختلف كثيرا، ممثل القوى الكردية تموضعوا من جديد. حزب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيان لم يتوافقا على اسم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ومستقلون حزبيون كرد قدموا أوراق ترشحهم للمنصب، ومعمعة جديدة من تشتيت الأصوات قد تبدأ، وكلهم على موعد واحد في جلسة الثلاثاء المقبل.
فإما توافق ربع الساعة الأخير الذي يمهد لانتخاب رئيس عراقي، أو جلسة مفتوحة، أو الانتقال إلى تشكيل اللجان. أما القوى السنية والتي أتمت استحقاقها الرئيسي فهي لا تريد تفويت الفرصة لشغل موقع بيضة القبان بين شركاء ذات البيت الكردي والانتقال كورقة نوعية بين القوى الشيعية. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في العاصمة العراقية بغداد تبقى معنا. عبد الله، هناك أكثر من نقطة نريد أن نستوضحها منك. أبدأ معك بجملة أتت في التقرير الذي عديته أنت، أنه وإن تحققت هذه التوحيد، نتحدث عن الجناحين لحزب الدعوة، لن تعود بحصيلة سياسية عليه. هل يمكن أن تشرح لنا ماذا يعني لن تعود بحصيلة سياسية عليه، طالما أنه هناك في أكثر من حديث يتحدث عن أنه حتى الكتلة الأكبر من المتوقع أن تتغير باعتبار حزب الدعوة؟ نتحدث عن أكثر من أو 6 أو 67 نائب لحزب الدعوة الآن في حال تم التوحيد لهذا الحزب. اشرح لنا من فضلك ما المقصود فيها. نعم سلمى، لأن حزب الدعوة ينظر إلى أن الأزمة ستودي بتفتت الحزب، على اعتبار أن حزب الدعوة يجد نفسه ملزما أن يوحد جهود كتلتيه، دولة القانون والنصر في نهاية الأمر هما كتلتان بقيادة الأمين العام لحزب الدعوة ورئيس المكتب السياسي فيه. وبالتالي يعتقد حزب الدعوة أنه منذ العام 2005 وحتى اليوم هو من كان يشكل الحكومة، وهو من كان رئيس الوزراء يعني من أعضاء حزب الدعوة. وعلى هذا الأساس هناك مخاطر من أن يفقد حزب الدعوة الموقع بسبب خلافات كتلتين، وليس بسبب خلافات أو سياسات لحزب الدعوة. وهذا كان واضحا حتى في نص الرسالة الداخلية التي وجهها 3 أعضاء في المكتب السياسي، وهم عمليا من الفاعلين والمؤثرين ومن أقطاب حزب الدعوة. كانت الرسالة الداخلية في فحواها أن الحزب سيدفع ثمن تحرك القائمتين وعدم توحدهما. وعلى هذا الأساس فإن حزب الدعوة يرى أن محاولات إضعافه لم تكن لتكون على أرض الواقع إلا بفعل سياسات أبناء الحزب. على هذا الأساس الاجتماع اليوم كان يهدف للوصول لنتيجة، وهي أن القانون، دولة القانون ككتلة والنصر ككتلة، هما كتلتان تعودان لحزب الدعوة، وحزب الدعوة يجب أن يوحد المواقف السياسية وأن يتفاوض مع بقية الأطراف السياسية باسمه الذي يحوي القائمتين، ليس من نية الحزب في الوقت الحالي كما علمت الميادين أن تتوحد القائمتان، أو أن يكون هدفه الاستراتيجي في هذه الأثناء هو توحيد القائمتين، لأن هناك تفاهمات لدولة القانون مع أطراف سياسية عراقية، هناك تفاهمات للنصر مع أطراف سياسية عراقية. هذه التفاهمات إن تحدث القائمتان ستسقط هذه التفاهمات، وإن سقطت هذه التفاهمات فستعاد الكرة من جديد بين القوى السياسية وحزب الدعوة. والبعض ربما ينظر إلى أن الحزب عندما رصد أنه سيفقد مكانته السياسية بين القوى عاد لتوحيد المواقف، لذلك هو تعامل بواقعية سياسية ونجح في أن يقدم نفسه كمراقب لأداء الكتلتين. طيب هذا الكلام عبد الله، هذا الكلام جدا مهم، ولكن هذا لا يعني بأنه الباب مقفل أمام توحيد النصر والقانون. فيما لو حصل هذا التوحيد، هذا يعني بأنه الطاولة انقلبت من جديد والأوراق اختلطت، ألا ينعكس على حجم الكتلة الأكبر ونعود إلى نقطة الصفر؟ الباب ليس مسدودا أمام عودة القوتين، صحيح سلمى، لكن برغم هذا الاجتماع لم يتأكد إن كان الباب مفتوحا أمام عودة الكتلتين. اليوم هذا الاجتماع نجح في كسر الجليد في علاقة النصر والقانون وإذابة الخلافات بين شخصي الرئيسين المالكي والعبادي، وهذا كان أحد الأهداف التي من أجلها دعت شورى الدعوة لاجتماع لأعضاء المكتب السياسي ولأعضاء الشورى. عودة وتحالف الحزبين ليس بالضرورة يقلب الطاولة. الحزب إن عاد
وتربع موقع إدارة التفاهمات السياسية باسمه الذي يحمله الذي لديه إن صح الوصف جناحين، فبإمكانه أن يتفاوض بقوة مع بقية القوى السياسية العراقية، لأن حزب الدعوة وقيادات الحزب تعتقد أن رئاسة الوزراء إن لم يترشح فيها ممثل عن حزب الدعوة الأمر لا يتوقف عن إبعاد الحزب سياسيا عن رئاسة الوزراء، وإنما قد يتعرض الحزب للتهميش وللاستهداف، وبالتالي يدخل البلد في دوامة هو في غنى عنها. التفاهمات السياسية ربما تفضي إلى صيغة وسط ما بين جناحي حزب الدعوة، المهم هو أن يكون الحزب هو المشرف على أداء الكتلتين من قبل شورى. نعم، عبد الله بدران مدير مكتب الميادين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. السيول تغرق ولاية نابل في تونس. من جديد أهلا بكم. إلى الشأن السوري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنشر اليوم بيانات عن أنشطة الطيران الإسرائيلي في منطقة إسقاط الطائرة الروسية L-20، وقالت أن البيانات تتضمن معلومات تفصيلية عن كل ظروف الكارثة قبالة سواحل سوريا، وأنها ستنشر التسلسل الزمني لنظم الرادار، وستعرض معلومات حول الوضع الجوي في سوريا يوم الحادثة. هذا ونقل مراسل الميادين عن مصادر روسية أن روسيا قررت إغلاق المجال الجوي فوق المياه الإقليمية السورية بعد انتهاء مناوراتها في المتوسط. المصادر أوضحت أن الموضوع بحث في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الخميس الماضي ضمن إجراءات الرد على إسقاط طائرة L-20. كما أشارت إلى أن موسكو تجري عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية اتصالات مع الدول المعنية بقرار إغلاق الأجواء السورية. ما كشفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب عاشوراء الأخير حول الصواريخ الدقيقة دفع معلقين إسرائيليين إلى الإقرار بفشل الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، وذلك لمنع وصول هذه القدرات إلى الحزب. هاني فحص. لقد انتهى الأمر. خطاب الصواريخ الدقيقة الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى العاشر من محرم ما زالت أصداؤه تتردد في إسرائيل، وما حاول المسؤولون الإسرائيليون تجنبه في ردودهم على خطاب السيد نصر الله خوفا أو حرجا قاله المعلقون والمحللون دون أي مواربة. هو يقر بما نحن نعرفه، وهو أنه رغم كل هذه الهجمات فإن صواريخ دقيقة وصلت إلى مخازنه وموجودة في حوزته. إن محاولات العرقلة من قبلنا للشحنات الإيرانية تسير بشكل جيد، لكنها لا تمنع هذا الأمر، ويجب ألا نكون ساذجين، لأن هامش المرونة وقدراتنا في سوريا تتقلص. نحن لا نهاجم المخازن التي تصل إليها هذه الصواريخ في لبنان، لأننا لا نريد المواجهة الشاملة مع حزب الله. في الجيش الإسرائيلي يعلمون أيضا أن حزب الله نجح في أن يحتفظ بجزء من الصواريخ الدقيقة، وهذا واضح، إذ لا يمكن كبح هذا بالمطلق. الرعب الذي يشكله تهديد صواريخ حزب الله للإسرائيليين دفع مراقبين إلى القول إن الكم الهائل من الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل ستكون له مفاعيل الصواريخ الدقيقة نفسها في شل إسرائيل. وفقا للتقارير يوجد في حوزة نصر الله 150 ألف صاروخ، ودعنا نفترض أنها كلها غير دقيقة، فإن لديهم القدرة على شل شمال الدولة بالمطلق، وإذا أطلقوا نحو 500 صاروخ دفعة واحدة وليس لدينا الوسائل لمواجهتها، فما نفع السجال إذا كان لديهم أسلحة دقيقة أم لا؟ وفيما لفت معلقون إلى أن السيد نصر الله لا يكذب فيما يقوله، أشار آخرون إلى أنه بمعزل عن الجدل حول امتلاك حزب الله صواريخ دقيقة أم لا، فإن إسرائيل كلها مهددة، وحتى مبنى وزارة الأمن في تل أبيب مهدد، لأن حزب الله قادر على استهدافه بألف صاروخ دفعة واحدة بدلا من إطلاق صاروخ واحد دقيق وإصابته من الضربة الأولى.
غادر الوفد الأمني المصري غزة عبر معبر بيت حنون شمال القطاع بعد زيارة استمرت عدة ساعات. حماس أعلنت أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بحث مع الوفد نتائج الجهود المصرية لإنجاح المصالحة وسبل إنهاء الحصار، وأضافت أن اللقاء الذي وصفته بالإيجابي تطرق إلى آفاق العلاقة بين الجانبين والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وميدانيا أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق نتيجة اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين شرق جباليا وخزاعة شمال القطاع. وكان الفلسطينيون شيعوا جثمان الشهيد كريم كلاب الذي ارتقى جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرة كسر الحصار اليوم. ومعنا من غزة مراسل الميادين أحمد شلدان. أحمد، سأبدأ معك بالتطورات الميدانية، ما الجديد الآن، ما الذي يجري؟ في كل ليلة على مدار الأسبوعين الماضيين ابتدع الشبان هنا في قطاع غزة ما يسمى بوحدة الإرباك الليلي، وهي مجموعة من الشبان تتواجد في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تقوم بإشعال النيران وإطلاق الألعاب النارية وأشعة الليزر تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما تسبب أيضا باستشهاد الشاب كريم كلاب بالأمس. ميدانيا قامت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية باستهداف مجموعة من الشبان في منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وجود إصابات، إضافة إلى استهداف عدد من الشبان المتواجدين في منطقة جنوب قطاع غزة مخيم العودة في جنوب قطاع غزة بالتحديد شرق خزاعة. هذا الأمر أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. هذه التطورات الأمنية أصبحت شبه معتادة مع فعالية هذه الوحدة، أي وحدة الإرباك الليلي، على طول ساعات المساء على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فيما يتعلق بمحاولة إشغال الاحتلال الإسرائيلي أكبر قدر ممكن سواء في ساعات النهار أو في ساعات الليل. هذه هي مجمل الأحداث الميدانية حتى اللحظة. وماذا بخصوص زيارة الوفد المصري؟ هل يمكن الحديث عن نتائج أو ملامح الفترة المقبلة؟ فيما يتعلق بزيارة الوفد المصري، هي زيارة ذات طابع تعتيم إعلامي كبير، لم يصدر عن هذه الزيارة سوى البيان الذي أصدرته حركة حماس، وهو بيان عام وفضفاض ويتحدث عن نقاط عامة وليس عن أمور محددة وجوهرية، ولكن يمكن أن نستشف المرحلة القادمة من خلال زيادة فعاليات الشبان في المناطق الحدودية. يعني خلال الشهرين الماضيين كان هناك انخفاض ملحوظ في فعاليات الشبان في المناطق الحدودية بسبب التطورات السياسية وقرارات حماس مع الجانب المصري أو الفصائل بشكل عام مع الجانب المصري. الآن مع تراجع الحديث عن التهدئة وتراجع أفق المصالحة، هناك ازدياد في عمليات إطلاق البالونات الحارقة والوحدات الورقية الحارقة، كذلك وحدات الإرباك الليلي التي تحاول إشغال الاحتلال، وكذلك استحداث نقطة جديدة لمخيمات العودة على شاطئ بحر بيت لاهيا بالقرب من موقع الزكين العسكري. هذه الأمور يمكن أن نستشف طبيعة المرحلة القادمة من خلال الأيام القادمة أو دعنا نتحدث عنه الساعات القادمة. عادة مع كل تطور إيجابي في المحادثات يكون هناك انخفاض تدريجي في أعمال الاحتجاجات في المناطق الشرقية لقطاع غزة. في حال اشتدت خلال الساعات أو الأيام القادمة، هذا نعم. يعني أن الأمور ربما وصلت إلى طريق مسدود ونحن بانتظار التطورات الميدانية. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد شلدان مراسل الميادين، كنت معنا من غزة في فلسطين المحتلة. أعلنت القوات الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ باليستي من نوع بدر واحد على مطار جيزان الدولي، فيما قال التحالف السعودي إنه اعترضه. إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا قصف التحالف السعودي على منطقة 7 يوليو شرقي الحديدة غربي اليمن إلى 11 جريحا بينهم 5 أطفال. ومن جهة ثانية قتل وجرح عدد من عناصر التحالف السعودي بانفجار شبكة ألغام في خط الفاز الساحلي جنوب الحديدة وفق مصدر عسكري يمني. من جهته أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز بن حبتور أكد أن مدينة الحديدة لن تسلم ولن تستسلم للغزاة بحسب تعبيره. هؤلاء لن يتورعوا في قتالنا حتى داخل صنعاء، وهم يعلنون عن ذلك بشكل واضح. الآن يجمعون مرتزقتهم من أجل تدمير مدينة الحديدة. لو تدمرت مدينة الحديدة سيكون أثرها البالغ على 75% من سكان الجمهورية اليمنية. فلذلك عليهم أن يعرفوا أننا لن نسلم الحديدة ولن نستسلم لهؤلاء الغزاة مهما تحدثوا في العلن
أو تحت الطاولة. الحديدة هي رئة الجمهورية اليمنية، فمن اقترب من الرئة ينبغي أن يعرف إن مضيق باب المندب سيكون في خطر دائم، وهذا أمر قلناه مراراً للمبعوث الأممي وغيره من الزوار الذين يزوروننا. وإلى ليبيا، حيث دعت حكومة الوفاق الليبية الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة لوقف المعارك في طرابلس وحماية المدنيين. وأدت الاشتباكات في العاصمة منذ الخميس الماضي إلى مقتل 15 شخصا وجرح العشرات، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 100 قتيل منذ آب أغسطس الماضي. في تونس، حيث شهدت كتلة حزب نداء تونس 4 استقالات جديدة ليتواصل صراع الأجنحة في الحزب. تداعيات موجة الاستقالات الأخيرة على المشهد السياسي في هذا التقرير لبلال مبروك. شبح الاستقالات يطارد حزب نداء تونس. 4 نواب يقدمون استقالاتهم ليصل العدد منذ تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب إلى 12 استقالة. النواب المستقلون الجدد لم يصرحوا بوجهاتهم المقبلة، لكن معظم التوقعات تشير إلى إمكانية انضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد، ليصبح فعليا رقما وازنا في المشهد السياسي بفعل دعم حركة النهضة ومتعاطفين كثر. اليوم حركة النهضة هي التي يمكن لها أن تقوم بكل الأدوار السياسية وكل مفاتيح السياسية خاصة البرلمانية بيدها. يمكن لها اليوم أن تسقط يوسف الشاهد، كما يمكن لها اليوم أن تحافظ على نفس المسافة من جميع التيارات السياسية الأخرى. 3 أشهر فقط تفصل عن مؤتمر حزب النداء المرتقب. بروز الشاهد وخروجه عن خط قائد السبسي الأب قلب المعطيات بحسب متابعين. السياسي الشاب قد يؤسس لحزب جديد يجمع بين الغاضبين من النداء وشق من الوطني الحر ومستقلين آخرين. متابعون للشأن السياسي يتوقعون للشاهد مصيرا مشابها لأسلافه متى سحبت من تحته النهضة البساط وحجبت عنه دعمها السياسي. هناك مسار كامل لتكوين حزب حول يوسف الشاهد، وخاصة بعد أن التحق به رئيس الاتحاد الوطني الحر والاتحاد الوطني الحر ككل في هذا المشروع. إذن مستقبل الشاهد على رأس الحكومة بيد النهضة، ومستقبله السياسي اليوم بيد حزبه الجديد. يصارع حزب النداء من أجل البقاء، وتتسع رقعة المؤيدين للشاهد ويتواصل تماسك حزب النهضة، ما ينذر بتغير جذري وشيك في التحالفات السياسية قد يلقي بظلاله على آليات الحكم التنفيذي وفلسفته. الانسحابات من حزب نداء تونس تتوالى فصولها قبل أشهر قليلة على انعقاد مؤتمره المرتقب، ليبقى التساؤل مطروحا بخصوص مدى قدرة الحزب على المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. بلال مبروك، تونس، الميادين. أعلنت السلطات المحلية في ولاية نابل شمال شرقي تونس التي تشهد فيضانات جراء الأمطار الغزيرة تدخل الجيش من أجل إنقاذ المواطنين العالقين، وتسببت السيول في قطع الطرق وتعطل حركة القطارات، كما جرفت سيارات المواطنين. ودعت السلطات الجهوية والمحلية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة مع تواصل هطل الأمطار. على مدار 3 أشهر من العمل المستمر، نجح الفلسطينيان حسام وطارق العيلة في إنتاج سيارة كهربائية رغم ضعف الإمكانات. السيارة تعد صديقة للبيئة وتشكل نموذجا أوليا يمكن العمل على تطويره. أحمد شلدان. عندما يتحول الحلم إلى حقيقة هكذا تكون النتيجة. حسام وطارق شابان من غزة أثبتا أنه بالعلم والإرادة يصبح الصعب سهلا. سيارة كهربائية قاما بتصنيعها بجهودهما الذاتية البحتة. السيارة الكهربائية أفضل في من ناحية أنها صديقة للبيئة، ما بتطلع عوادم. الحاجة الثانية أنه هي تكلفة صيانتها قليلة. ممكن إحنا نصنعها داخل البلد. الأزمات كانت حافز
انه انا اعمل السياره الكهربائيه انه احتياجها للناس وانا احتاجها برضو كمان. الحصار الاسرائيلي على غزه لم يستطع ان يحاصر عقول ابنائها. فهنا وعلى مدار 3 شهور من العمل المستمر نجحت التجربة أخيرا في صنع هذه السيارة التي فتحت الباب أمام تطوير العمل بها. الموتور بيعمل كنظام كابح وبيحول بيعمل دينامو يعني وبيشحن البطاريات. نصير نصنع سيارات كهربائية بدل ما نستهلك، نصير شعب مصنع يعني، ونصير نحافظ على البيئة لأن هذه السيارة صديقة للبيئة، تعمل على الطاقة المتجددة. في شوارع غزة تجول هذه السيارة الصغيرة بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، حيث تلفت انتباه المارة إليها، فيما يعتزم الشابان حسام وطارق الاستمرار في تطوير عملهما رغم ضعف الإمكانات والتجهيزات اللازمة. ليست العبرة هنا بسرعة هذه السيارة أو بمقدار حمولتها بقدر ما تمثله من قفز فوق جدران الحصار. عقول فذة أثبتت أن أبناء غزة وبإمكانات قليلة وإرادة كبيرة يجعلون من المستحيل ممكنا. أحمد شردان، غزة، الميادين. يشهد مخيم حندرات في سوريا حالة أعمار وتأهيل بعد عودة أهله وبعد فترة من النزوح هربا من الجماعات المسلحة التي دمرت أكثر من 90% من المخيم. كأنه عام 48، لحظات النكبة والنزوح تعود إلى ذاكرة أبو خليل الذي كتب له كآلاف الفلسطينيين أن يهجروا من ديارهم وأرضهم ووطنهم بعدما استوطنه الإرهاب. بين الأمس واليوم عشرات السنين، لكن المشهد هو نفسه. منذ 70 عاما هجر أبو خليل وذويه قصرا من مدينة عكا، ومنذ 4 سنوات طرد واقتلع من مخيمه حندرات شمال شرق حلب هربا من الجماعات الإرهابية. رحنا على الضياء لنعيش نفس العيشة، جتنا النصرة ونيك هجرتنا لأني أنا فلسطيني، ما خلوا كل يوم يحققوا معي، بعدين رجعت هجرت على المخيم. في منزله المتواضع يعيد أبو غسان ترتيب حياته متجاوزا مصاعب النزوح وقساوته. تدمير المسلحين للمنازل وتخريب الأثاث والممتلكات لم يمنع الأهالي من العودة وإعادة إعمار مساكنهم وتأهيلها ضمن إمكاناتهم المحدودة. خيو هجرونا، طلعونا من بيوتنا، قلعونا وانسحبنا، ضلينا نمشي مشي من هون لعند السجن، من السجن احترنا وين نروح، اخذونا على المعمل الاسمنت. بالمعمل الاسمنت مسكوا واحد من الشباب قالوا له انتوا مشيعكم فلان، يعني واحد اسمه فاروق الديبان، قالوا انتوا مشيعكم، مسكوه ذبحوه. النجارون والحدادون والبناؤون ينتشرون في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل المتلاصقة، وما أتى عليه الدمار يشهد عملا دؤوبا كانت أولى نتائجه ترميم عشرات المنازل والمركز الصحي والمدرسة. نحن وقت رجعنا المخيم لقينا دمار كبير، فأصرينا نحن والأهالي المخيم على افتتاح المدرسة رغم الدمار الكبير في المدرسة وفي الأبنية، فوجدنا أنه في عندنا حوالي 150 طالب بحاجة لتعليم. رغم كل هذا بالتعاون مع الأهالي ومع مديرية التربية بحلب ساعدتنا بشكل عظيم جدا، أمنتنا كل الوسائل. بعزيمة وإصرار يعود الأهالي إلى مخيم حندرات، وهو واحد من المخيمات الفلسطينية في سوريا الأبعد عن أرض فلسطين. أهاليه سئموا الهجرات القصرية والتشرد وتغييب قضيتهم وحقهم في العودة عربيا ودوليا. إلى العناوين. خامنئي يتهم أمريكا وأدواتها بالضلوع في اعتداء الهواز، وروحاني والحرس الثوري يتوعدان برد قاس. مستشار ولي عهد أبو ظبي يقول إن اعتداء الهواز مشروع ويتوعد بمزيد من الهجمات، ورضائي يعتبر تصريحاته تأكيدا للتورط الخارجي في الهجوم. حراك سياسي مكثف في العراق لحل عقد تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الجمهورية، والقوى الكردية تختلف على اسم المرشح للرئاسة.
روسيا تنشر بيانات تصفية لحركات الطيران الإسرائيلي في منطقة إسقاط طائراتها وتغلق الأجواء فوق المياه الإقليمية السورية. الوفد الأمني المصري يغادر قطاع غزة وحماس تصف مباحثاتها معه بالإيجابية. إطلاق صاروخ باليستي على مطار جيزان ومقتل عدد من قوات التحالف السعودي بانفجار شبكة ألغام جنوب الحديدة. والمزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وبلغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. نشرة انتهت، إلى اللقاء.